أنت فيصلي من الخارج ووحداتي من الداخل. أكذب عليك يعني الواحد دائما، أنا كنت رئيس فخري لهم قبل ما أدخل السياسي لمين؟ لنادي الوحدات. طيب لماذا تدعي أنك فيصلي؟ أنا ما ادعيتي، أنا لما الفيصلي يطلع برا أنا فيصلي للنخاع، هلا بس داخليا أنا وحداتي. أنا وحداتي. إيه؟ أنا وحداتي داخليا. أنت وحداتي؟ أنا أنت بتقول أنك فيصلي داخليا. مش داخلي، شوف على أنا طول عمري أنا رئيس الفخري لهم، أنا الرئيس الفخري لنادي الوحدات لفترة قبل ما صاحبك طارق خوري ويتآمر علي مع جهات أمنية وطلعوني من النادي، عرفت علي؟ هذه صارت طارق بعرفها مظبوط صاحبك، فطلعوني من رئاسة الفخرية. أما أنا وحداتي، بس أنا لما راح الوحدات على الجزائر، ولا أنا كنت عضو اتحاد أردن كرة القدم. يعني أنت اليوم بتقول أنت وحداتي ولا فيصلي على الهواء؟ أنا لما يلعب الوحدات اليوم لا، إذا عم يلعب الوحدات والفيصلي ضد بعضهم، أنت مع من؟ والله شوف أنا بميل للوحدات، شايف علي؟ بس بحب يتعادلوا عشان ما يصيرش مشاكل، عرفت علي؟ أما أنا قلبا بقول الوحدات. أما أهضم شخصية، أهضم شخصية استضفتها بحياتي، شايف علي؟ أما بقول يا رب تعادلوا عشان إيش؟ بس إذا حاسمي إيه؟ وفي من وراها راح يطلع في ضربات ترجيح، في ضربات ترجيح الأخير بقول يا رب الوحدات تفوز. طيب بس لما يلعب برا الفيصلي، والله يا عمي فيصلي لنا النخاع، وأنا ومعالي وجيه عزازي، مش عارف أي سنة بالضبط لما كان وجيه عزازي بال2004 طلعت بطيارة أنت يمكن على البحرين، أخذنا بالطيارة مع 250 واحد، أخذناه من المخيمات الفلسطينية وشجعنا فريق الفيصلي في المنامي. هذا تأخذ أصوات من الفيصلي، من مشجعي الفيصلي بالانتخابات؟ طبعا بأخذ، لأني أنا كنت تأخذ قبل الحلقة. لا وباخذ، أنا برأيي لا قبل الحلقة كنت أنا وأنا في الاتحاد. لا 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 خليك معي، راح أظل أخذ أنا حبايبي برضو. اسأل الله يرحمه الشيخ سلطان العدوان، لما كانت تناقش قضية للفيصلي في الاتحاد كنت أنا مندوب الفيصلي، أنا حتى كان يعرف الشيخ سلطان ويقول واتصل فيه ويشكرني عليه. بكرة ضيفي إذا الله راد رئيس نادي الوحدات، سلم عليه. بس دير بالك فاز بأربع خمس أصوات عن بس أنت مش راضي عنه. لا 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 أنت لا. كان بدك منافسه يفوز. لا والله شوف يوسف المختار يفوز. يوسف المختار صديقي. ايه؟ وبشار والله صديقي. بس أنت كان بدك يوسف يفوز. لا والله اللي فاز هذا 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 هيئة عامة ونجح، فأنا معاه يعني هلا لأنه فاز. بس أنت يعني مثل ما كنت عم بحكيك عن الفيصلي والوحدات، هلا لابد من الفوز، كان بدك يوسف يفوز. أنا يوسف للأمانة في الانتخابات اللي كانت تصير معاي، في له أهل في القصور من بلدهم كانوا وقفوا معاي، فأنا في علاقة أكبر قوي أقوى من علاقتك مع بشار، ولكن بشار كويس.